President. شكرا يا سيدي الرئيس. إن توقف العدوان الإسرائيلي اليوم وإن قررنا أن نعقد وأن نشيع جنازة في كل يوم لكل فلسطيني مقتول في آخر 8 أشهر، لاستغرق الأمر 100 عام لإحياء ذكرهم كلهم. اعتمد هذا المجلس منذ أسبوع فحسب قرارا حول حماية الأفراد الإنسانيين والأمميين، ولاستغرق الأمر وإن شيعنا جنازة في اليوم لأولئك الأفراد الإنسانيين والأمميين لاستغرق الأمر 1 سنة لإحياء ذكرهم كلهم. لم يبقى إلا الندر القليل في غزة. إسرائيل دمرت كل شيء، ولكن بقي الكثير في غزة. 2.3 ملايين شخص يواصلون المعركة ضد الموت في آخر 8 أشهر، فهم ضحايا وهم أبطال لأنهم يرفضون الاستسلام للموت، ولكنهم ضحايا يستحقون المساعدة كضحايا، ولا ينبغي تبجيلهم كأبطال. بعد 8 أشهر يجب أن نقول لهم إن المساعدة قادمة. لا يمكن أن نمحو صرخات الأمهات التي لم يدخرن وسعا لإنقاذ أطفالهم ولكن أخفقنا. أولياء الأمور الذين فقدوا طفلا ولكن ينبغي أن يحملوا الآخرين إلى الملاذ الآمن، ولكنهم لا يتمكنوا من فعل ذلك ولا يجدون الملاذ الآمن. والأطفال الذين فقدوا ذويهم والذين يبحثون عن المساعدة، والأسر التي صدمت وتألمت وتشعر باليأس والتي تأتي من لا مكان وذاهبة إلى لا مكان، ذاهبة إلى أرض لا حياة فيها ولا مستقبل فيها، ويجب أن يعاودوا الكرة. الناس يتدورون جوعا بينما الغذاء على قدم على مقربة منهم، وبالرغم من الأوامر الملزمة الكثيرة من المحكمة، محكمة العدل الدولية، وذلك بناء على طلب من جنوب إفريقيا حول الإبادة الجماعية، إسرائيل سمحت باستشراء المجاعة وعرقلة دخول المعونة، وبدلا من وقف عدوانها على رفح بناء على طلب من أعلى محكمة في العالم، فإنها قصفت الناس الذين كانوا يحتمون في الخيام. العالم يشهد ما يحدث في غزة، ومن مكان آمن هناك يشهد العالم الفلسطينيين والأسر والأطفال الفلسطينيين الذين يحرقون أحياء. لا يمكن لشخص أن يرى حبيبا وعزيزا يقتل أمامه، ناهيكم عن رؤيته يموت حرقا، والأطفال يفقدون رؤوسهم ويضطر ذويهم لحملهم ويسحبون جثثهم المحترقة من هذا الجحيم. هذا لا يمكن قبول، هذه معاناة بشرية مبرحة. إسرائيل تود من الفلسطينيين أن يفهموا أن إسرائيل ستظل موجودة في غزة، وأن هذا هو مصيرهم، أي الموت أو التشريد، أو بالأحرى التشريد والموت. كيف متى سيكتفون؟ متى سيتوقفون؟ متى سيتوقفون بعد هذه المستويات المأساوية من القسوة؟ ما من خطوط حمراء تفرضها الشرعية أو المنطقية أو الإنسانية ولم تعبرها إسرائيل وتتخطاها؟ لقد تخطت كل الخطوط الحمراء. هذا ما يشهده العالم كله على هذا المجلس، أن يعلي قراراته الحاسمة لدفع إسرائيل لوقف هذا العدوان العسكري وسحب قواتها قوات الاحتلال وضمان وقف فوري لإطلاق النار. اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في الأمس سيكون خطوة هامة في هذا الاتجاه. سيدي الرئيس، العالم كله يرى كيف يستهدف المدنيون والهجمات العشوائية ضدهم، ويرون كيف يستخدم التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، ويرون الإعدامات بإجراءات موجزة في الطرقات، وفيها الناس تعصب أعينهم وتكبل أيديهم ويقتلون. رأينا المقابر الجماعية، ولكن يقال يجب أن نثق في إسرائيل فهي ستقوم بالتحقيقات، ونعلم أن الجيش الإسرائيلي هو أعلى الجيوش أخلاقية في العالم، هذا ما يدعون، ولكن هذا الجيش هو الذي اقترف جرائم حرب يوميا،
إن شئتم أن تعرفوا ما هي الحقيقة وما هي المحاسبة، لا ينبغي إذن أن تكتفوا بما تفعله إسرائيل من هذه التحقيقات الصورية. إسرائيل تود أن تواصل هذا الاحتلال وما يقترن به من تجاوزات وانتهاكات. لماذا ينبغي حماية إسرائيل؟ لا بد لإسرائيل أن تحمي الناس بموجب لكونها سلطة قائمة بالاحتلال. لا بد من تحقيقات مستقلة. 3 سيارات مختلفة في قافلة إنسانية لما يعرف بالمطبخ المركزي العالمي قد استهدفت، فقتل 7 من عامليها الدوليين، وكانت المنظمة قد أعطت إحداثياتها إلى إسرائيل، ولكن إسرائيل اكتفت بالتوبيخ وبتسريح 2 ضباط. لماذا لا نرى هذه المساءلة؟ لأن المساءلة ستقوم على التحقيقات الإسرائيلية والقرارات الإسرائيلية. أين العدالة؟ سيدي الرئيس، يمكن لإسرائيل أن تقتل أي فلسطيني وأن تقول إنه إرهابي أو من الدروع البشرية لتبرير هذا القتل، وتستخدم إسرائيل هذين المصطلحين بشكل فضفاض لكي تغطي الجميع وفي كل مكان. وقالت إسرائيل أن أي اعتراض على احتلالها وأي أعمال تتنافى مع ما أو تندد ما تفعله تقول إن هذا إرهاب، وتقول أن أي شيء لا يتماشى مع أعمالها إنما هو إرهاب. إن إسرائيل تقصف الأحياء بأكملها بشكل عشوائي، وتقول بكل بساطة إن هذا أمر مؤسف لأن البشر هناك كانوا من الدروع البشرية فحسب، أي البشر من الفلسطينيين. لقد شهدتم ذلك بأنفسكم أنتم أعضاء المجلس، وكيف تستخدم إسرائيل هذه المصطلحات بشكل فضفاض. إذ أنا ممثلة إسرائيل اتهم أعضاء المجلس والعضوية ككل من الأمم المتحدة والأمين العام والمدعي بمحكمة العدل الدولي بأنهم من معادي السامية ومن داعم الإرهاب ومن المتواطئين ومؤيدي النازية، ولكن الفرق أن إسرائيل لا تقرر إن كنتم ستكونون على قيد الحياة أم ستموتون، ولكن تفعل ذلك وتقرر مصير كل فلسطيني من الفلسطينيين. كيف لقد عشتم وتعاملتم مع هذا السلوك العنصري وغير المنطقي من إسرائيل، ولكن البعض قد يموت بسبب ذلك. يحرض الممثلون الإسرائيليون ضد الأمم المتحدة، ولذلك تداعيات حقيقية، والجنود الإسرائيليين يقال لهم وكذلك المتطرفون الإسرائيليين بأن الأمم المتحدة هي العدو وهي هدف مشروع. وهذا يشرح لماذا نرى هذا النزاع وهو الأدمى والأفتك ضد الأفراد الإنسانيين، وكيف تهاجم مقرات الأونروا في القدس، وكيف تضرم النيران فيها. سيدي الرئيس، المؤسف وما نستنكره هو أن إسرائيل تستنكر الأعمال التي تشن ما لم تكن هي التي تشن هذه الأعمال، وإن كان الآخر الذي يشنها فهذا مستنكر، أم إن كانت هي التي تشنها فهذه الأعمال مبررة ويمكن الدفاع عنها. إسرائيل تقول إنه من المروع أن بعض المدنيين قد قتلوا في هجمات عشوائية في ملاذهم الآمن في ديارهم، ولكنهم يمحون الأسرة الفلسطينية بشكل كامل، وهي التي تقصف السكان الفلسطينيين الذين لا مكان أمامهم ولا ملاذ آمن، هي التي تبث هذا الخوف والترويع. وستأتي إسرائيل طالبة بإطلاق سراح من وقع رهائن لأشهر 7 أشهر، ولكن ماذا عن الفلسطينيين الذين يقعون رهينة لدى إسرائيل جيلا بعد جيل 7 عقود؟ والأدلة كثيرة عن اختطاف آلاف الفلسطينيين في آخر 7 أشهر، وقتلوا بينما كانوا في الاعتقال، وتعرضوا لسوء المعاملة وشوهوا. وستقول إسرائيل يا له من أمر مشين أن نستخدم البشر كدروع بشرية، بينما تستخدم هي الدروع البشرية في اجتياحاتها العسكرية وفي عملياتها في الأرض المحتلة في أراضينا وفي مدودنا في الأرض المحتلة. الممثل الإسرائيلي هنا في نيويورك سيقول إن الاحتفاظ بالجثامين شيء همجي لأنه لا يسمح بالأسر
تشيع جثاميني الأحباب، ولكن إسرائيل هي التي احتفظت بجثامين مئات الفلسطينية التي قتلتهم لأكثر من 30 عاما، أحيانا 3 عقود من الاحتجاز والاحتفاظ بالجثامين، ولا يطلقون عليهم أسماءهم بل أرقاما. ولكن الأمر إنساني فعلته إسرائيل وليس بالعشوائي ولا بالهمجي. إسرائيل تتهم الكثيرين بتدميرها وبالرغبة في تدميرها، وتقول إن هذا يؤكد على أن هناك تهديد وجودي يحدق بها، ولكنها تدمر الشعب الفلسطيني وفلسطين، وتقول وتندد بشعار فلسطين بأنها ستكون حرة من النهر إلى البحر، وتقول إنها دعوة للإبادة الجماعية. ولكن ماذا عما قاله القادة الإسرائيليون عندما استخدموا نفس الكلمات؟ بل جاء أحدهم بخارطة هنا إلى الجمعية العامة ومنصتها ومحى فلسطين تماما من الخارطة، ويعمل هكذا في الميدان وينفذ ذلك عبر إبادة جماعية وعبر العسكرة والاحتلال في الضفة الغربية. ليست هذه مجرد كلمات، هذه أعمال. فهم يرغبون في الاحتلال ويريدون الاحتلال والقمع العنيف ضد الفلسطينيين، ويريدون السلام والأمن لهم، ولا يفهمون ما الأمر، ما المشكلة، ولماذا لا يود العالم أن يدعمهم في تحقيق هذا الهدف العبثي، القمع ضد الفلسطينيين والسلام والأمن لإسرائيل. طبعا إسرائيل تقول إن هذا يعود إلى معاداة السامية، ليس لأن ما تصب إليه إسرائيل أمر غير قانوني وأمر غير أخلاقي وغير مقبول. وتتحدث إسرائيل دائما عن المحرقة، دائما ما تحتج بالمحرقة لتبرير جرائمها، وتنسى أن أكبر درس استخلصناه من المحرقة أنه لا يمكن قبول أي محرقة ولا بد من وقفها، أيا كانت هوية الضحايا وهوية الجنات. لا بد من حماية الضحايا أيا كان العرق أو الدين، لا بد من حمايتهم. إسرائيل هكذا تفكر، ومن ثم هذه الحكومة لا تود أن تقر بدولة فلسطين، وكأن هذه هجمة على إسرائيل. وهذا المجلس أقر بإسرائيل منذ عقود ولم يطلب قبول أحد بذلك. لم يكن ذلك أحاديا آنذاك، ولكن أصبح الأمر أحاديا الآن عندما تعلق الأمر بالإقرار بدولة فلسطين. ماذا عن حل الدولتين؟ فلسطين تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، والفلسطينيون والإسرائيليون يعيشون في ظل الأمن والسلام. وماذا عن تلك البلدان دعمت دائما القانون والسلام العادل؟ وماذا عن الحق في تقرير المصير بما في ذلك استقلالية بلدهم؟ وإسرائيل وإسرائيل هنا تود أن تحصل على حق النقد ضد إقامة هذه الدولة. كيف ستردون بالمزيد من الجرائم، مزيد من الجرائم والاحتلال وانتهاك الوضع التاريخي للقدس الشريف، الاستيلاء؟ هذه دولة كانت فوق القانون لسنوات طويلة، هذا هو سلوكها. نشكر البلدان الثلاثة على قرارها الهام دعما للحرية والسلام، كما نشكر باربيدوس وجامايكا وترينيداد وتوباغو والبهاما وكل البلدان التي اتخذت خيارات مماثلة بمرور السنوات. ندعو جميع البلدان التي لم تقر بدولة فلسطين بعد أن تفعل ذلك كاستثمار في الحرية والسلام في هذه الأوقات العصيبة، كما نشكر جميع البلدان التي أيدت عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. هذا اليوم آت وسنصبح عضوا في الأمم المتحدة وسنصبح أحرارا. كيف يمكن لإسرائيل ألا ترى هذه العبثية في موقفها وهذه الانتقائية في غضبها، لأنها تعتبرنا دون بني البشر؟ ودعوني أستخدم كلمات قائد من القادة الإسرائيليين، أي بشر، أي حيوانات بشرية. فهم يقومون بالتطهير العرقي والفصل العنصري، وكل هذه الجرائم لا طالما رفعت الطابع الإنساني عن الأمم. هذا ما حدث لوقت طويل، ولكنهم لا يفهمون لماذا يستنكر العالم لما يحدث للفلسطينيين من مقتل
ولا يفهمون لماذا نجتمع هنا للتحدث عن هذه المسألة، كيف يفعلون ذلك؟ فالظلم بين على الفلسطينيين، هذا حقنا كي نصبح أمة، ولكنهم لا يفهمون ذلك، لا يفهمون كيف يمكن لأحد أن يساوي بين مدنيهم ومدنينا، لأن مدنينا أقل مدنية من مدنيهم، نحن أقل بشرية منهم وإنسانية منهم. لهذا يرفضون الاعتراف، هذا ما يغضبهم، فهم لا يريدون الإقرار بأن الضحايا من الفلسطينيين ضحايا، فيودون دائما تجاهل أوامر محكمة العدل المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة هذه تناصر الضحايا وليس الجنات. ما يحدث غير مقبول، ويجب أن يقول الجميع بذلك ويجهر بذلك. إسرائيل لا يمكن أن تفلت من العقاب. لماذا أفلتت من العقاب؟ لأن الجميع قبل ذلك في آخر 75 عاما، الإفلات التام من العقاب. هكذا دولة أصبحت فوق القانون، وهذا دفع إسرائيل إلى مواصلة العمل على نفس المنوال. يجب أن يتوقف ذلك، حان وقت المساءلة. إن لم نرى مساءلة بعد غزة وبعد الإبادة الجماعية، إن لم نرى مساءلة فأين ستأتي المساءلة ومتى ستأتي؟ وكيف نواصل الوفوق القبول بالإفلات من العقاب؟ سيقولون نعم سنمضي قدما، لأن الإفلات من العقاب هو سيد الموقف. يجب أن نجعل هذا الاحتلال مكلفا وباهظ الكلفة على إسرائيل كي يتوقف الاحتلال، ويجب أن تقوم بالقرارات اليوم، فحريتنا وسلامنا يعتمد على قراراتكم اليوم. يجب أن نقول للفلسطينيين المساعدة قادمة، هذا الجحيم على الأرض يجب أن يتوقف، يجب أن تترجم الكلمات إلى أعمال لوقف الإبادة الجماعية ولتحقيق الحرية ولتحقيق السلام. الوقت يداهمنا، المسؤولية عظيمة. وأخيرا، الفلسطينيون لا ينبغي أن يموتوا وأن يعانوا على أرضهم. الحياة والحرية والكرامة في أمتنا، في أرضنا، هذا هو الحلم البسيط الذي يجب أن يسود بدلا من هذا الكابوس الذي فرض على شعبنا لسنوات طويلة. شكرا جزيلا.